الحديث الذي يرويه مسلم وهو حديث جميل عظيم. الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ هو أصلا مستغرب كيف تمرض يا الله وكيف أزورك. فقال الله عز وجل: أما إنك لو عدت عبدي فلان لوجدتني عنده. انتبه الكلمة هذه: لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إنك لو أطعمت عبدي فلان لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إنك لو أسقيت عبدي فلان لوجدت ذلك عندي. لاحظوا الروعة والعظمة في هذا الحديث. عندما تكلم الله عز وجل عن المريض، الله لا يمرض، الله عز وجل ليس هذه صفة نقص في العباد، لكنها الله سبحانه وتعالى يوضح أنه قريب من الضعيف، قريب من المريض. فيا أيها المريض، من رحمة الله بك أن الله سبحانه وتعالى عبر بالحديث فقال: لوجدتني عنده، لكن في الإطعام قال: لوجدت ذلك، يعني ذلك العمل أجره عندي، لكن في المرض قال: لوجدتني عنده. لماذا؟ لأن الله عز وجل رحيم، قريب من المريض، قريب من المحتاج. فيا أيها المريض أبشر، أنت في رحمة الله وتحت رعاية الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين المحتسبين.